السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف مع بعض سايد فاير هيدروليك سيستم. هو في شوية مزايا جميلة جدا، يعني متخصص في التصميم والرسومات بتاعة الفاير. ممكن مثلا أقول له إن أنا عايز مثلا أرسم بايب، فأقول له مثلا عايز أرسم هوريزونتال، فبيقول لي البايب كاتالوج أهوت، السايز عايز سايز كام، التايب هل هو كروس مين ولا برانش لاين، اللينس بتاعه تمام، واقول له اكسبت واجي ابدا مثلا عايز اكمل من هنا. ممكن نقول مثلا من هنا لهنا مثلا بالشكل دوت، خلصت دوست كليك فرسم لي الباي تمام. تقدر ترسم برضو فيرتيكال، سواء عايز ترسم رايزر او فيرتيكال بايب. ممكن اقول له مثلا عايز احط هانجر، بقول له هانجر من هنا، فبيقول لي السيرس بتاعك والتايب والديستنس بتوين هانجر قد ايه والبايب سايز، وبتعمل تشيك على البايب سايز مع المسافات مع كل حاجه، فبيبدا يعمل تشيك ويبدا ان هو يقول لك هل الاعدادات اللي انت حاططها دي مظبوطه ولا لا. طيب اقول له اكسبت وابدا احط البايب بتاعي اهو، ودي الاتجاه بتاعه الزاويه بتاعته بالشكل ده. وفي شويه اعدادات تقدر انت تحطها برضو. طيب ممكن اقول له ان انا عايز دلوقتي عايز احط سبرينكلر، هتدوس هنا سبرينكلر ويبدأ يجيب لك الريفرنس التايب بتاعك تمام. هو مش بند بس، هو ده حتى الان اللي استخدمناه، لكن تقدر ان انت تحط انواع كتيرة جدا من البايب من السبرينكلر. طيب ممكن اقول له اوتوماتيك جنريت، وتبدأ تشوف الاعدادات بتاعت الجنريت، نوع السبرينكلر اللي انت عايزه والتشيك والتايب بتاع البروتكشن اريا وكل الاعدادات اللي انت عايزها. اول ما تلاقي الاعدادات اللي انت عايزها تقول له اكسبت، وبعد كده تبدا تختار المساحات اللي انت عايزها، وليكن مثلا ديت. دوست رايت كليك وبدا ان هو يعمل لي التوزيعه بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل اناليسيس، فتقول له مثلا عايز اشوف الريزولت، فيبدا ان هو يعمل ابديتد. ولو فيها مشاكل يبدأ يعمل لك التقرير. ممكن تقول له اعمل تشيك وتبدأ تقف على اي حاجة، يبدأ يجيب لك التشيك بتاعها التقرير بالشكل ده. تقدر تضيف الفالفات من هنا، سواء البريشر او التشيك بوينت، تعلم عليه وتبدأ تديله الريفرنس بتاعك وتقول له اكسبت، وتبدأ تحطه اهوت على البايب بشكل دوت.